جحا والحمار. أراد جحا في يوم من الأيام أن يشتري حمارا، فذهب إلى السوق وتوقف عند حمار أعجبه، وقال لصاحبه بعد جدال على الثمن: هذا كل ما معي الآن، فإما أن تبيعني الحمار أو أنصرف لحالي. وأخيرا وافق الرجل، ومشى جحا يجر الحمار خلفه، فرآه اثنان من اللصوص فاتفقا على سرقة الحمار. فتسلل أحدهما بخفة وفك الحبل من رقبة الحمار دون أن يشعر جحا بشيء، وربط رقبته بالحبل ومشى خلف جحا، واللص الآخر هرب بالحمار. وكان المرة من الناس يرون ذلك المنظر ويتعجبون له ويضحكون، وجحا مستغرب في نفسه ويقول لعل تعجبهم وضحكهم يرجع إلى أنهم معجبون بحماري. ولما وصل جحا إلى البيت التفت خلفه إلى الحمار، فرأى رجلا مكانه والحبل في رقبته، فتعجب من أمره وقال له: من أنت؟ فتوقف اللص باكيا وأخذ يمسح دموعه قائلا: يا سيدي، أنا رجل جاهل أغضبت أمي. قال جحا: ثم ماذا؟ قال اللص: فدعت أمي علي وطلبت من الله أن يمسخني حمارا. ولما رأى أخي الكبير ذلك أراد أن يتخلص مني، فعرضني في السوق للبيع حتى جئت أنت فاشتريتني، وببركتك رجعت إنسانا كما كنت. فأخذ اللص يقبل يد جحا شاكرا وداعيا له، فصدقه جحا وأطلق سراحه بعد أن نصحه بأن يطيع أمه ويطلب منها الصفح والمغفرة. وفي اليوم التالي توجه جحا إلى السوق ليشتري حمارا، فرأى الحمار نفسه فعرفه، واقترب جحا من الحمار وهمس في أذنه قائلا: يظهر أنك لم تسمع كلامي وأغضبت أمك مرة ثانية، والله لن أشتريك أبدا. وهكذا انتهت القصة، إلى اللقاء.